الطابور الاولاني بعد 5 دقايق. اول ما تسمعوا النوبه تجمعوا هنا على طول، ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس. برطوس يعني ايه؟ لست ادري. بيقول لك ايه يا عسكري؟ انه يريد ان يعرف معنى كلمه برطوس. البرطوس هو عنبر العساكر، مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرطوس. اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو اللي انت شفته دلوقتي تم تصميمه بالذكاء الاصطناعي واخراجه باحد برامج المونتاج، وانا في الفيديو ده هعلمك ازاي تعمل الفيديو من البداية للنهاية، ابتداء من انشاء الصور وتعديلها، وازاي تجعل الصور ناطقة، وازاي هنعمل تجميع الفيديوهات دي وعمل المونتاج. فلو انت مش مشترك في القناة اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس علشان تشوف كل فيديوهاتنا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا رأيك في تعليق. يلا بينا. اول حاجه هنعملها هو ان احنا نجهز الصور اللي احنا هنشتغل عليها. دي الصور اللي انا هعدل عليها. هيجي حد يسالني يقول لي طب انا اجيب الصور دي منين؟ بكل بساطه انت لو دخلت على جوجل وكتبت اسم اي فنان هيظهر لك صور كتير جدا تقدر ان انت تستخدم اي صوره انت عاوزها. هنيجي بعد كده على الموقع اللي انا هستخدمه في تعديل الصور دي وتحويلها من صور بالشكل ده ابيض واسود لصور تكون يعني 3D وشكلها احلى بكتير. هنستخدم موقع ستايلر. طبعا لما نيجي هنا نكتب ستايلر في البحث المفروض ان هو يفتح معانا الصفحه دي. هنضغط على stylr.ai. وارد جدا في اللحظه دي ان هو دلوقتي ستايلر، بس انا عايز اقول لك ان هم غيروا اسم الموقع ودي اللي هتبقى المفاجاه بتاعت حلقه النهارده. اول ما نضغط على ستايلر هيحولنا على الصفحه دي. اول حاجه هيظهر لك هيقول لك ستايلر از ناو ديزاين. ديزاين هو اسم الموقع الجديد ولكن كل شيء جوه زي ما هو، فما تستغربش ان الموقع بقى اسمه ديزاين. عايز اقول لك ان انا كنت شرح الموقع كامل بتحديثاته الاخيره وهسيب لك رابط شرح الموقع في وصف الفيديو، لكن هنكمل عادي جدا في الموقع ونستخدمه بشكل عادي جدا. عشان نستخدم الموقع طبعا هنا الموقع بيجيب لك الحاجات اللي انت ممكن تعملها فيه، والموقع ده طبعا مليان مليان موديلز ومليان تفاصيل كتيره جدا تقدر تعدل على الصور تعديلات كتيره جدا وامكانيات عاليه جدا في الموقع الرائع ده. طبعا الموقع بيديك نسخه مجانيه، اول ما تدوس على ستارت فور فري بيجي هنا يقول لك جو تو ديزاين اي اي اللي هو هيحولك بقى على الشكل الجديد، فهيفتح معاك بالشكل ده. اصبح دلوقتي هنا كل شيء هيبقى ديزاين. هنكمل نفس الخطوات، هنقول ستارت فور فري. فانت ممكن بعد كده ان انت لما تيجي تبحث في جوجل تكتب ديزاين هيفتح معاك الموقع على طول. انا كمل بحساب جوجل عادي جدا، هختار الحساب بتاعي وبعد كده هيحولني تلقائيا على الصفحه الرئيسيه للموقع بعد الاشتراك في الحساب. طبعا هو هنا مديني 30 كوينز، كان الاول بيدي 200 كوينز بقى بيدي 30 بس، مع الوقت طبعا كل شيء بيتغير. اول ما تفتح معاك الصفحه دي فانت هتلاقي عندك هنا في افكتس كتير موجوده ان انت تقدر تعدل على الوجه بالشكل ده. هتلاقي هنا مثلا برده حاجات زي كده، لو ضغطت على اي حاجه من الحاجات دي هو تلقائيا هيحولك عليها وتستخدمها، ولكن انا استخدم طريقه ثانيه وهي ان انا هاجي هنا بضغط سيلكت فوتو علشان ابدا اعدل عليه. فهاجي هنا اختار الصوره بتاعتي. طبعا عندنا هنا 3 صور، هنروح مثلا نختار اول صوره، صوره الشاويش عطيه، ونعملها اوبن بالشكل ده. هيفتح معاك الصوره هنا في الصفحه دي. طبعا هنا هتلاحظ ان الصوره الجوده بتاعتها مش قد كده، وطبعا الموقع هنا بيحط لك العلامه المائيه، عايز تشيلها تضطر ان انت تشترك في الموقع. ولكن عايز اقول لك ان الموقع فيه ميزه حلوه قوي ان هو حتى لو الصوره منغمشه هو بيقدر ان هو يوضح لك التفاصيل بتاعتها. انا هنا محمل صوره، فالطبيعي جدا ان انا هيظهر عندي هنا ايمج تو ايمج لان انا عايز اعدل على الصوره. فبروح هنا على ستايل، هختار من ستايل هختار حاجه اسمها كيوت اكسجريشن، دي هختارها. ده يعتبر بيعمل مودلز كويس. المفروض ان انا اجي هنا اعمل اوتو برومت عشان يكتب لي تفاصيل الصوره ولكن مش شرط. وهنزل هنا على الستايل انتنسيتي وهزود الحاجات دي كلها، وهاجي هنا كمان على الفيس ماتش هقول له عايز الوجه يكون مشابه جدا للصوره اللي انا هستخدمها. وبعد كده بضغط على جنريت، هيبدا دلوقتي في ريزلتس ان هو يبدا عمليه ان هو يحول الصوره من الشكل ده للاشكال الخاصه بالموديل اللي هو الكيوت اكسجريشن. طبعا دي اداه من ضمن ادوات كتيره موجوده في موقع ستايلر تقدر ان انت تستخدمها في التعديل على الصور. تعال نشوف النتائج. هتلاحظ هنا النتائج ظهرت، ادي النتيجه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، ادي الرابعه. هتختار طبعا انسب حاجه فيهم وبتضغط عليها مرتين فبتظهر عندك في المكان. انا شايف ان الاثنين دول حلوين، ممكن نضغط على دي ونضغط على دي طبعا مرتين اثنين. تمام، هنجيبهم كلهم عادي مفيش مشكله، هيظهروا كلهم عندنا هنا بالشكل ده. لو انا جيت مثلا هنا شلت العلامه من على دي هتختفي، شلت العلامه من على دي هتختفي. لو انا حابب ان انا احدد كله واحمله فبروح على اكسبورت وبختار زد اي بي اند داونلود 5 لاير، يعني حملهم في ملف مضغوط فبيحمل لي كل الصور على طول. طيب قبل ما نرجع نستخدم الصور انا هاجي بقى هنا امسح كل الصور دي عشان اجيب صوره تانية. بكل بساطة زي ما احنا بعد ما نمسح ونعمل دي ديليت هنجيب الصورة اللي بعد كده. مثلا هجيب صورة اسماعيل ياسين وعملها اوبن، وبعد ما اعملها اوبن الصورة هتظهر هنا بالشكل ده.
نفس التفاصيل زي ما هي، اضغط على الجنريت، وكذلك الامر هنا هيعمل لي 4 صور. وطبعا لو انت ما عجبكش الصور ممكن ان انت تعمل جنريت تاني عشان يعمل لك صور جديد. برضو هنا عمل 4 صور بالشكل ده. طبعا هتشوف انسب صورة وتختارها. مثلا ممكن نقول الصورة دي معقولة، ممكن تضغط عليها مرتين، وبرضو هنحملها بنفس الطريقة. لو رحنا على layers تضغط عندك هتظهر عندك هنا، هنعمل export. هنا المرة دي هنضغط على download عشان هنحمل صورة واحدة بس، فبتحمل معاك بالشكل. وبنفس الطريقة هتقدر ان انت تعمل صورة اي فنان بقى انت عايزه يعني، ده برضو هنحملها بنفس الطريقة ونعملها بنفس الطريقة كده. النتائج بتاعتي كلها ظهرت قدامي، عندي مثلا كل الصور موجودة. طبعا هيقابلني مشكلة في الصور وهي العلامة المائية، وطبعا موضوع ازالة العلامة المائية بيبقى سهل جدا، ممكن نستخدم اي موقع لازالة العلامة المائية والموضوع بيكون سهل جدا. مثلا لو رحت على موقع كليب دروب، وانا طبعا شرحه قبل كده، ودخلت على اداة الكلين اب هسيبها لك في وصف الفيديو، بنحمل الصورة بتاعتنا وبنبدأ على طول ان احنا بعد ما نختار الصورة ونعمل اوبن، هو تلقائيا هنحدد الجزء اللي احنا عايزين نشيل منه الكلام، وبعد كده نضغط كلين، فتلقائيا هيشيل الكلام بالشكل ده، شاله بطريقه احترافيه جدا. بعد كده هنضغط على داونلود ونحمل الصوره عادي ونستخدم طريقه. كمان لو انت عندك البرنامج الفوتوشوب وحملت عليه الصوره، بكل بساطه لو ضغطت على الاداه دي وجيت حددت مثلا الجزء ده كده، هو بيشيل لك الكلام على طول بشكل سهل جدا. طبعا ده بالنسبه للناس اللي بتستخدم الفوتوشوب. طرق كتيره جدا تقدر تستخدمها. هنتقل معاكم بعد كده على موقع هيدرا، موقع كنت شرحته برده بالكامل، موقع رائع جدا، بيقدر ان هو يحول الصور الثابته لصور ناطقه. شرحت الموقع، هسيب لك رابط شرح الموقع في وصف الفيديو تقدر انت ترجع تاني تشوفه. هنفتح الموقع بالشكل ده، بعد كده طبعا انا مسجل حساب، لازم تكون مسجل حساب، هضغط على تراي بيتا فيحولني على الصفحه الخاصه بانشاء بقى الفيديو. مهم جدا هنا طبعا هختار الصوره بتاعتي، مثلا هختار صوره شوش عطيه، صوره زي دي، واعملها اوبن. بالنسبه للصوت انا ممكن اخليه يقرا اي صوت، ولكن اذا كنت انا مثلا حابب اجيب اي نص مشهور لشويش عطيه، فطبيعي جدا ان انا هروح مثلا ادور على صوت وبعد كده احمله واجيب اللقطه اللي انا عايزها واعملها امبورت ايديو، فبالتالي هقدر اخليه ينطق بنفس صوته ولكن بالشكل الكرتوني ده. مثلا لو انا بقى جبت الصوت وحابب ان انا اخد لقطه معينه من الصوت، لو انت عندك مثلا اي برنامج مونتاج كاب كات، هتستخدم اي برنامج مونتاج، انا مثلا بستخدم بريمير وبرامج تانيه كتير، فبجيب الصوت هنا وببدا اسمع الصوت واشوف اللقطه اللي انا عاوزها بحيث ان انا استخرجها في الاخر وبعد كده استخدمها في الفيديو بتاعي. مثلا كنت عايز اللقطه بتاعت شغلتك على مدفع بروم، فادور عليها هنا في الصوت. في حاجه يا شويش؟ خلقتك مش عجباني ابدا. عندك حق يا فندم، انا نفسي خلقتي مش عجباني، انما المساله مش بالشكل، اذا كان على الشكل. عسكري! حاضر. انت ما خدمتش معايا قبل كده؟ لا. هبدا بقى اشوف المناسب وبعد كده هقطعه وبعد كده هعمل له اكسبورت. بعد ما بجمع الصوت بتاعي بعمل له اكسبورت ايا كانت الطريقه او ايا كان البرنامج عشان اقدر استخدمه بعد كده. بعمل اكسبورت هنا من فايل، ومن فايل بختار اكسبورت ميديا، بتظهر لي القائمه الخاصه باخراج الفيديو اللي منها طبعا انا محتاج صوت، فهخليه هنا mp3. وبعد كده بضغط على اكسبورت بعد ما اعمل الاسم طبعا عشان يبقى موجود عندي على الجهاز. ارجع هنا تاني بقى للموقع هيدرا، انا دلوقتي عندي الصوره، المفروض الصوره موجوده يبقى اتقبلت. هاجي بعد كده اضغط على امبورت اوديو، ومن امبورت اوديو هاجي هنا اضغط على الصوت دي او دراج الصوت دي عشان اجيب الصوت اللي انا عايزه. بعد ما اختار الصوت هضغط على اوبن، فهيرفع عندي الصوت هنا بالشكل ده. 10 ثواني بس للصوت هيكون مناسب، وبعد كده اضغط على جنريت فيديو عشان تبدا عمليه دمج الصوت وتحريك الصوره بالشكل ده. ودي كانت النتيجه النهائيه للفيديو. تعال نشوف بقى هل قدر يعمل الدولة لا، لان على فكره كان في مواقع تانية كان بيبقى صعب قوي ان انت تعمل مثلا صور كرتون هي تنطق، لكن هنا بصراحه ميزه الموقع ده ان هو بيتيح لك ان انت تعمل ده بسهوله. تعال كده نضغط ونجرب. الطابور الاولاني بعد 5 دقايق، اول ما تسمعوا النوبه تجمعوا هنا على طول، ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس هو عنبر العساكر. دي كانت النتيجه، نتيجه حلوه جدا. طبعا هنا احنا ممكن مثلا نعمل صوت لشويش عطيه، ممكن نعمل صوت لاسماعيل ياسين ونركبهم على بعض في فيلم مثلا او حاجه زي كده، هيبقى شكلها حلو قوي. تعال كده بقى نجرب اسماعيل ياسين. دلوقتي هجيب صوت لاسماعيل ياسين وهجيب صوت من مشهد بحيث بعد كده نعمل مونتاج ونركب اكتر من مشهد على بعضه، ليه وللشويش عطيه وليه عبد المنعم ابراهيم. هختار الصوت بتاعي هنا ادي صوت اسماعيل ياسين واعمل اوبن. وبنفس النظام بعد ما ظبطت الصوره هضغط على جنريت فيديو بالشكل ده علشان يبدا دلوقتي ان هو يعمل لي الفيديو بالشكل. المشهد هيبقى معانا بالشكل ده. برطوس يعني مفهوم يا ابن البرطوس. هاجي بعد كده هضغط على ابلود، هختار صورة عبد المنعم ابراهيم واعمل اوبن، واجي هنا برضو اختار صوت لعبد المنعم ابراهيم، بعد كده اعمل اوبن.
وبضغط بعد كده على جنريت فيديو علشان يبدا ان هو يعمل لي دمج للصوت على الصوره، ودي كانت النتيجه. لست ادري انه يريد ان يعرف معنى كلمه برقوس. طبعا هتلاحظ الكلام مشتت، ولكن في عمليه المونتاج هيبان بقى كل المشهد على بعضه بالشكل اللي احنا هنقدمه دلوقتي. طريقه المونتاج اللي انا هعملها دلوقتي طريقه استثنائيه، ممكن تعملها باستخدام البرنامج اللي انا استخدمه دلوقتي او اي برنامج تاني زي كاب كات، اي تطبيق انت بتستخدمه في المونتاج هتقدر ان انت تعمل بيه اللي انا هعمله دلوقتي. انا دلوقتي محتاج ان انا اجمع الماتيريالز بتاعتي واجمعها كلها في فيديو، فانا كنت مجهز كده فيديو، طبعا تقدر ان انت تجيب زيه او تلاقي حاجات شبهه موجود على جوجل او على اليوتيوب عفوا. فهنا مثلا ده حاجه اسمها كروما تي في، فجابوا لي هنا تي في بالشكل ده، وانا كنت حابب بقى ان انا اخد التي في بالشكل ده واحط الماتيريال بتاعتي تظهر فيه بالشكل ده. فهاجي هنا اجيب اي لقطه فيها الكروما مثلا ابتداء من هنا، انا لو في صوت مش محتاج الصوت فبعمل حاجه اسمها انلينك عشان اشيل الصوت اللي تحت، وهاجي هنا بعد ما اضغط على علامه التقطيع دي واحدد مثلا من اول الجزء ده او من قبله على حسب الكروما ظهر لحد فين. مثلا الكروما ظهر لحد هنا، فخلاص يبقى انا هاجي هنا على الجزء الاولاني ده واعمل له كات، او ممكن اعمل له ريبل ديليت، فهنا يجي معايا بالشكل ده. هنا طبعا زي ما احنا شايفين هيبقى التلفزيون ثابت بالشكل، اقدر ان انا اتحكم في الابعاد بتاعته والاعدادات بتاعته. يعني لو جيت هنا انا مثلا على الايفكت بتاعتي ورحت على حاجه اسمها سكيل، باي طريقه بقى في حاجات بتبقى فيها السكيل بتاعتها ظاهره هنا على طول، زي مثلا لو ضغطت على موشن فبتلاقي هنا الابعاد ظاهره، فتقدر تتحكم في الحجم بتاعه يظهر معاك مثلا بالشكل. اوكي انا كده مثلا هثبته على كده، اصبح عندي التلفزيون بتاعي خليه كده فوق، واجيب بعد كده الفيديوهات بتاعتي اللي انا هحتاج استخدمها. طبعا الفيديوهات بتاعتي هتكون موجوده في المكان اللي انا حملتها فيه. جبت بعد كده هنا الملفات اللي انا محتاجها اللي هي الفيديوهات اللي انا عملتها على موقع هيدرا بالشكل ده. طبعا هتلاحظ هنا عندك هنا في علامه مائيه، ممكن طبعا ان احنا نخفيها بشكل سهل جدا، هو ان انا هعمل كروب للصور بتاعتي، او ان انا كده كده اصلا عندي هنا المفروض ان في الشاشه ديت، ممكن ان انا اخلي الوجه بس هو اللي يظهر في الشاشه. طيب دلوقتي عندي مرحله مهمه وهي مرحله ازاله الكروما اللي هي الخضر دي، بحيث اللي تحت اللي تحت ده هو اللي يظهر، يعني الفيديو اللي هيبقى ظاهر تحت ان انا حاطه تحت دي يبقى هو اللي ظاهر هنا. فلازم اشيل الكروما دي، هشيلها ازاي؟ اروح هنا على الايفكتس باي شكل بقى، اذا كنت انت بتستخدم اي برنامج او اي تطبيق تشوف الطريقه اللي هتقدر تزيل بيها الكروما. فانا المفروض هنا بروح على ايفكت، ومن ايفكت هروح هنا هضغط على حاجه اسمها الترا كي بالشكل ده، وبعد كده هضغط على الترا كي هنا واسحبها على الفيديو بتاعي. على طول هتظهر لي هنا في الايفكتس الالترا كي، هضغط على العلامه دي واجي على اللون الاخضر، هيشيل على طول هنا ويبقى ظاهر عندي اي حاجه في الخلفيه. فتلقائيا انا هاجي بقى، لان طبعا المفروض كل الفيديوهات اللي نازله بمقاس واحد، ابدا ان انا اتحكم في الاعدادات بتاعتها، بس طبعا هيبقى واحده واحده. فاجي هنا اضغط على الموشن بتاع الفيديو ده، هتلاحظ ان هو ظاهر عندي اهو، وهبدا ان انا مثلا اجيبه هنا كده، ومفروض طبعا اكبره بالشكل ده وهيظهر هنا بالشكل ده. اذا عندي في اللحظه دي اختفت معايا العلامه المائيه، ده بالنسبه للفيديو ده. وهاجي بعد كده على الفيديو التاني نفس النظام، هقف فوقه كده وهجيبه برده نفس النظام، هضغط على موشن وهجيبه هنا كده وبرده اظبطه كده بحيث يظهر معايا كده، ويبقى برده اختفت معايا الايه العلامه المائيه. ايضا الفيديو التالت نفس النظام، هروح عليه واضغط على موشن واجي هنا اكبر. طبعا هنا لابسين بدل وكده مش لايق على المشهد بتاع الفيلم، ولكن انا بشرح الطريقه بس. كده انا ظبطت الاعدادات الخاصه بالخلفيه بتاعه الفيديوهات، هتظهر معايا بالشكل ده لما اجي اشغل اي فيديو. الطابور الاولاني بعد، لكن في حاجه مهمه دلوقتي، انا دلوقتي المفروض ان انا عايز اركب بقى الاصوات على بعضها، فهاجي هنا اول حاجه هشغلها هبدا اشغل عادي جدا بحيث اسمع الصوت واشوف واحط كل واحد في الصوت المناسب لي. يعني مثلا المفروض ان شوش عطيه كان بيتكلم بالشكل ده. 5 دقايق اول ما تسمعوا النوبه تجمعوا هنا على طول، ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس. بيقول لك ايه يا عسكري؟ بيقول لك ايه يا عسكري؟ يبقى المفروض في ان في اللحظه ديت هيبقى فيه هنا كلام. كلام مين اللي هيقوله؟ اول حد هيتكلم المفروض ان كان اسماعيل ياسين، فهنيجي هنا نسمع اسماعيل ياسين من اول هنا كده. برطوس يعني؟ ايوه انا محتاج الحته دي فهقصها كده، المفروض ان انا هسحبها عشان احطها في المكان ده. طبعا عشان اسحبها احطها في المكان ده لازم يكون عندي هنا مساحه كافيه، فالمفروض ان انا اجمع دول كده على بعض وابعدهم واسحب دي كده اجيبها في المكان ده. فهيجي بعد كده اجيب الصوت اللي بعد كده، المفروض ان هو يقول له برطوش بقى، برطوش يعني ايه؟ فهيجي هو يقول له لا ادري. لست ادري. اهو قال له لست ادري، فانا محتاج لست ادري ديت هجيبها كده اسحبها واحطها هنا برده نفس النظام. فالمفروض بعد كده الشاويش عطيه هيقول له بيقول لك ايه يا عسكري؟ اهو بيقول لك ايه يا عسكري. فهاجي هنا برده اقطع دي كده واقصها كده، وبحيث نجيب بقى اللقطه بتاعت عبد المنعم ابراهيم. هنا عبد المنعم ابراهيم هيقول له انه يريد ان يعرف معنى كلمه برقوس. فهجيب المقطع ده عفوا هحدد ده كده لوحده، وهجيب المقطع ده احطه في مكانه. فمفروض بعد ما هيقول له كده الشاويش عطيه هيرد عليه البرقوس هو عنبر العساكر، مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرقوس.
كأننا عملنا في الفيلم بالظبط، بس طبعا الشخصيات بالشكل ده اهو. الطابور الاولاني بعد 5 دقايق، اول ما تسمعوا النوبة تجمعوا هنا على طول، ودلوقتي تروحوا تغيروا هدومكم في البرطوس. برطوس يعني؟ لست ادري. بيقول لك ايه يا عسكري؟ انه يريد ان يعرف معنى كلمة برطوس. البرطوس هو عنبر العساكر، مفهوم؟ مفهوم يا ابن البرطوس. صح، نتيجة حلوة قوي. تقدر برضو ان انت بنفس الطريقة دي تعمل بقى اللي انت عايزه، اي فيلم عايز تجمع الاصوات بتاعتها تعملها حلوة قوي، يعني بنفس الطريقة دي تقدر تظبطها بالشكل ده. اوكي، بعد كده خلاص عندي اخر خطوة معايا، خطوة الريندر اللي هي الاكسبورت. فبروح على الاكسبورت واضغط على ميديا واقول له هنا الاسم بقى اي اسم، هنا اكتب اي حاجة، اقول له ايه فيلم قديم، واضغط على السيف. مهم جدا ان انا اكون الصيغة بتاعتي اتش 264 او حسب بقى الام بي 4 زي ما انت حابب في اي مكان. واضغط بعد كده على اكسبورت. ممكن طبعا لو انت المساحة كبيرة تقللها من هنا، بتقلل ده شوية كده، وبعد كده تلاحظ قلت معاك المساحة وتضغط اكسبورت، وخلاص كده الفيديو هيتزبط معاك بالشكل ده على طول. وبكده يبقى انا وصلت معاك لنهاية حلقة النهاردة. ممكن نكون قدمنا بعض المعلومات اللي ممكن تساعدك في انشاء محتوى بشكل احترافي. انا بقدم لك الفكرة وانت عندك بقى ان انت تنفذها بشكل يناسبك، بس اعتقد لذيذة جدا باستخدام اكتر من موقع واكتر من برنامج. اتمنى تكون استفدت من الحلقة. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعمنا بانك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان نشوف كل فيديوهاتنا، وتعمل لايك للفيديو وتسيب لنا رايك في تعليق، لان رايك بيهمنا جدا. وفي النهاية السلام عليكم.